وشك قلب على علامة استفهام كبيرة قوي. مش عيب يا سيد انك انت لما تبقى مش فاهم حاجة تقول مش فاهم. مش فاهم يا باشا. اسأل. مين خدنا وفين ودانا؟ ولا الحسبة كبيرة عليا يا سعادتك؟ حبة حبة على قلبك. احنا خدنا المصلحة وخرجنا بيها عشان لو حد من رجالة حسونة أو جمال بيراقبنا يشوفنا احنا خارجين بالمصلحة. عملنا ايه بقى؟ رحنا لأبو العز بالمصلحة. يعني استثمار في السريع كده. نكسبه ونكسب احنا كمان. حسنة مخفية. اه كده كفاية يا سعادتك. أنا برضو مش عايز أحمل مخي في قطاطه. وديني مع سعادتك. كل ما هغلب هسأل يا باشا. أنا كمان مش هجاوب إلا لما الاقي إن في فايدة من الإجابة. والصبر على السؤال منتهى الطاعة يا باشا. زينك حاضر يا سيد. وأنا مش طمعان في أكتر من كده. باشا كان عندي ملحوظة، يعني هي مش في موضوعنا. الملحوظة تتقال من غير فرشة يا سيد. هي مش في المصلحة؟ أكيد سعادتك. خلاص اتكلم. هو الجارد الجديد اللي مع الهانم والبس صغير اختيار سعادتك؟ سليمان. أنا شايف إن الحملة هيبقى تقيل عليه يا باشا. يستحسن يشيل على قده. وإذا أذنت لي يعني أرشح لك حد يكون قدها. وعلى الأقل نضمن ولاءه لينا. وأنت كده هتقدر على سليمان؟ أنت بتتعداه. ما أنا كنت ناوي أفرش كل الورق قدامه وأسيبه هو اللي يختار. عشان اللي سعادتك بتقول عليه ما يحصلش. تمام يا سيد. ربنا يخليك لينا يا باشا. في اختبار قرب علينا سعادتك. طب اطلع أنت. مالك اتخضيت قوي كده ليه؟ تعالى معايا. اوبا حسب لا توقعني. انت طول عمرك بتوعي واقف. الله اكبر، ما يحسد المال الا اصحابه. هو حد يقضي شهر العسل في المانيا برضه؟ هما يعني اللي قضوا شهر العسل على البر خدوا ايه؟ ولا حاجه. سيد سلام باشا. انا هدخل اريح شويه. وانت اقفل الموبايل بتاعك. شيل منه الشريحه. مش عايز حد يعرف مكاننا عن طريق الجي بي اس. لا مش وقت عدم فهم دلوقتي. مش هسأل يا باشا. حكايه واضحه. تعجبني. قول له يتحرك. مش مستني حد تاني النهارده. ايوه يا علي. دي حركه تعمليها فيا برضو. انت مش قلت جايه عند الدكتور وقلت له ادبر اموري؟ ما انا كلمتك 100 مره عشان اقول لك ان انا مش جايه. تليفونك كان مقفول، اعمل ايه يعني؟ هما الرجاله اللي كنت عندهم البدروم يعني اللي كانوا قاعدين فيه ما فيهوش شبكه. المهم طمنيني، انت ايه اللي خلاكي تلغي السفر فجاه كده؟ بعدين ابقى اقول لك لما ابقى ارسى على بر. ما هو انت كده بتروشيني اكتر. طيب يا حبيبتي نبقى نكمل كلامنا بعدين بقى لما ترجعي بالسلامه. باي باي. مساء الخير يا هند. مساء النور. خير؟ بحاول اكلم سالم بيه، مش عارف اوصل له. هو مسافر. في حاجه؟ الضابط ماهر ضرب سليمان بيه بالعربيه موته. اقعد يا ماهر. ارجوك يا فندم مشيها رسمي. انت كنت مشيتها رسمي عشان انا مشيها رسمي خلاص. الضابط أنا اعتبرت نفسي بره الداخلية من ساعة ما كتبت الاستقالة وقدمتها لسعادتك. أنا بعت لك عشان أسألك. أنت لما اتأكدت وعرفت إن سليمان هو اللي قاتل أشرف الله يرحمه، ليه ما قبضتش عليه وقدمته للمحاكمة؟ واحد زي ده باللي وراه عمرهم ما كانوا هيغلبوا ويخرجوه منها. فهمنا يا فندم. دم أشرف كان في رقبتي. أنت خدت حق أشرف كده، لكن ضيعت مستقبلك. ده قضية قتل عمد. عارف يعني إيه قضية قتل عمد؟ حضرتك قلت لي سؤال واحد وانا جاوبت عليه. يا خسارة. انا بعت اجيب محامي وزمانه جاي عشان يحضر معاك. ملوش لزوم. انا مش محتاج لحد يدافع عني. مقتنع جدا باللي عملته وراضي بنصيبي. تعال. بشكرك ان انت جبت ابني اشرف بيه. بابا مات شهيد الواجب. واللي قتله خد جزائه.
اتفضل معايا يا مهربي. بعد اذنك، ده مبلغ من اداره الجورنال اللي كانت شغاله فيه المرحومه، اديهولها بس بعد ما تهدى. عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض. انزل افتح الباب. كل من عليها فان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. بنتك شهيدة بإذن الله. سيبك بقى من الشعارات والخطب وكلام الجرائد، في الآخر برس على شوية ورق يترموا صفحة الزبالة أو نلمع بيهم الإزاز، لكن المفيد الفلوس، الفلوس اللي تأمني بيها مستقبل الغلابة دول، الولد والبنت، تدخليهم مدارس كويسة، تجهزي البنت، تعملي مشروع للولد ينفعه في مستقبله، تتنقله حياة تانية خالص. هي سالي كانت بتتعب وتشقلي، مش عشان توفر لكم حياة مريحة؟ أكيد هتبقى مبسوطة وسعيدة جدا. الله يرحمك يا سالي. ده شيك بمليون جنيه لحامله. مليون جنيه يا ماما، غير اللي قلتهولك تقدر تعمل عمره ليك وليها، تتصدق على روحها عشان تنفعها في اخرتها لو انها مش محتاجه. ليه بقى؟ لانها شهيده باذن الله. نقرا لها الفاتحه. الفاتحه يا حاجه. ولا الضالين. شهيدة بإذن الله.